طيب، اتصال من أبو خالد من جدة، أرجو أن يكون الاتصال واضح ومختصر. تفضل تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. السلام ورحمة الله، حياك الله. لو سمحت أبغى أسأل عن المرأة إذا كانت الشعر حقها مكشف، الملائكة تدخل البيت ولا ما تدخل؟ هذا السؤال الأول. نعم، السؤال الثاني، طال عمرك. أعد السؤال الأول موية الزعفران هذا أبو خالد. أعد السؤال الأول. أعد السؤال الأول. السؤال الأول، المرأة إذا كان شعرها مكشف، شعرها مكشوف. نعم. نعم مكشوف. نعم، هل تخش الملائكة البيت ولا ما تخش؟ إذا كانت في الحداد يا شيخ. اي نعم، الملائكة إذا لم يكن في البيت كلب ولا صورة تدخل البيت، وأما أنها تكشف شعرها وهي محدة لا بأس، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها تغطيه، إذا كان عندها رجال ليسوا محارم تغطيه، أما إذا كانت وحدها أو مع نساء أو مع محارمها تكشفه. طيب، السؤال الثاني أبو خالد. لا، إذا كان عند أهلها، عند زوجها وأولادها. طيب، أجبناك.